بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل بإذن الله الجزء الثالث والأخير من محاضرة البانيكولايتس. في الجزء ده هنتكلم عن البانيكولايتس with needle shaped cleft within fat cells. هنتكلم عن التروماتيك والإنفكشن والمالجنانس ريليتد بانيكولايتس. بالنسبة للبانيكولايتس with needle shaped cleft within fat cells، في عندنا ثلاثة disorders. عندنا السكليريما نيوناتورم، subcutaneous fat necrosis of Newport، وعندنا البوست ستيرويد بانيكولايتس. الفكرة ان subcutaneous fat of infant نسبة الساتيوريتد فاتي اسيد فيه بتبقى اعلى، فده بيخليه عرضة ان يحصل له كريستاليزيشن لو درجة الحرارة قلت. الكريستالز اللي بتتكون في منها نوعين، في حاجة اسمها تايب A وتايب B. طيب ايه بيبقى حجمها صغير، بتبقى موجودة in dispersed form، يعني بتبقى منتشرة وما بتعملش inflammatory response. دي بتبقى موجودة في الهيلثي infant في اول 6 شهور، بتبقى موجودة كمان في السكليريما نيوناتورا. اما طيب بي crystals فدي بتبقى حجمها اكبر، بتبقى موجودة in rosette زي وردات كده، وبتستيميليت granulomatous response، ودي بتبقى موجودة في subcutaneous fat necrosis of newborn وفي البوست ستيرويد بانيكولايتس. اولا بالنسبه للسكليريما نيوناتورا، بتيجي اكتر في البريماتيور ديبليتيتد انفانت، بيبقى في اول اسبوع بعد الولاده، معظم الحالات كانوا ميل. قلنا البريسيبتيتنج فاكتور ايه، ان درجه الحراره تنخفض، سواء هايبوثيرميا، اسفيكسيا، في ديهايدريشن. الطفل بيبقى جنرالي ال، بيحصل فيه رابيد هاردنينج للسبكوتينيوس تيشو اول اوفر ذا بودي، كل جلده بيتيبس كانه بالظبط بورد لايك سكين، كانه لوح خشب، والجلد زي ما اتفقنا بيبقى فيه هايبوثيرميا، فبيبقى كولد، وبيبقى فيه عامل زي الليفيدو كده، بيبقى فيه بيربل موتلد ديسكلاريشن. كل الجسم بيتاثر ما عدا الجينيتاليا والبالمز والسوز. الحقيقه البروجنوزس بتاع الحالات دي بيبقى فيري بور، معظم الحالات بتموت سواء من سيبتيسيميا او ريسبيراتوري فيلير او كونجستيف هارت فيلير. الهيستوباثولوجي قلنا المميز بنلاقي فيه ايه، نيدل شيبد كليفت اللي هي الكريستالز، كريستالز بتبان في صوره نيدل شيبد كليفت، فراغات كده عامله زي الابر بتبقى موجوده جوه الفات سيلز. وقلنا ان نوع الكريستالز هنا ايه، تايب A، ما بتعملش انفلاميشن. بالنسبة للعلاج بتاع الحالات دي للأسف بيبقى disappointing، والمانجمنت كله بيبقى supportive طبعا، بيدخل في النيونيتال اي سي يو يونت، ممكن يستفيد شوية لحد ما من الاكستشينج ترانسفيوجنز. الريزلت بتاعت السيستميك ستيرويد في الحالات دي بتبقى variable. تاني انتيتي عندنا اللي هي subcutaneous fat necrosis of Newport، دي بتيجي بقى في الفول تيرم نيونيت، بيبقى خلال اول اسبوعين او 3 اسابيع بعد الولاده، برضو البريسيبتيتنج فاكتور هايبوثيرميا، معظم الحالات يا اما كانت مولوده سكشن، يا اما الام كان عندها سكر حمل، يا اما برضو حصل بيرينيتال هايبوكسيا. هنا العكس بقى، الطفل هنا جنرالي ويل وبالبانيكولايتس ليجن العاديه، لكن ممكن الى حد ما يبقى لونها شويه فايوليشس. كمان النقطه المهمه ان الليجنز ممكن يحصل لها فلكتويشن، وكتير الحالات من دي ممكن تبقى مس دايجنوزد على انها ابسس. الديستريبيوشن اوف ليجنز بتبقى في الغالب سيمتريكال، بتيجي على التشيكس، الشولدر، الباتوكس، الباك. معظم الحالات بيحصلها سبونتينيوس ريزوليوشن، احيانا ممكن تسيب لايبو اتروفي. المشكله هنا بقى ان في السبكوتينيوس فات نيكروزس اوف نيوبورت، هنا الطفل ده ممكن يبقى عرضه لتو ريسك فاكتورز. اول حاجه ان ممكن يحصل له هايبركالسيميا، والهايبركالسيميا دي للاسف ممكن تحصل خلال 4 شهور بعد الانست اوف سكن ليجنز، يعني السكن ليجنز تظهر وتخف وتبدا تظهر الهايبركالسيميا بعديها. سبب الهايبركالسيميا ايه، ان الماكروفاجز اللي موجوده جوه الانفلاماتوري سيل انفلتريت بتبدا تطلع اكتيف فيتامين دي، فيبدا يزود الانتستينال ابسوربشن اوف كالسيوم، ويبدا يسحب الكالسيوم من البون ويعمل هايبركالسيميا. طبعا مشاكل هايبركالسيميا كتير، اخطرها انها تترسب في الكلى وتعمل نيفروكالسينوز. المشكله الثانيه ان البيشنت دول برضو ممكن يحصل لهم ثرومبوسايتوبينيا، نتيجه ان بيحصل سيكوستريشن للبليتلت برضو ويذن الساركوتينيوس تيشو.
لذلك نبه لو البير لو لو الطفل ده مثلا ميل ولا حاجه، معظم البيرنتس ممكن بيعملوا عمليه اللي هي السيركمسيشن، ما بيعملوش قبلها سي بي سي. فانا لو بيشنت عندي عنده سبكوتينيوس فات كروزس اوف نيبورن، بنبه البيرنتس انه ما يعملش سيركمسيشن، وقبل ما يعملوه يبقى عاملين له سي بي سي، يتاكدوا ان ما فيش ثرومبوسيتوبينيا. بالنسبه للباثولوجي عندنا هو لوبيولار بانيكولايتس، وقلنا بنلاقي فيه النيدل شيبد كليفت بتبقى موجوده جوه الفات سيل، وقلنا ان نوعها تايب بي كريستلز وبتستيميوليت جرانيلوميتس انفلاماتوري ريسبونس. المميز هنا في السبكوتينيوس فات نكروزس حاجتين، بلاقي فيه فوكال اريا اوف هيموراج وفوكال اريا اوف كالسيفيكيشن. ده هنا الهيستوباثولوجي، الهيستوباثولوجي لوبيولار بانيكولايتس في انفلاماتوري انفلتريت بروميننت، وده هنا النيدل شيبد كليفت جوه الفات سيلز، في فوكال اريا اوف كالسيفيكيشن، في فوكال اريا اوف هيموريج. التريتمنت قلنا ان الحالات دي بيحصلها سبونتينيوس ريزوليوشن، فبيبقى تريتمنت سبورتيف، ممكن لو سيفير كيس ادي سيستميك ستيرويد، لكن اهم حاجه ايه؟ ان احنا نعمل مونيتورنج للكالسيوم ليفل على الاقل لمده 4 شهور. لو حصل هايبركالسيميا طبعا اتس بيتر ان انا اعمله ريفيرال لبيدياتريشن، وفي الحالات دي ممكن السيستميك ستيرويد برضو بتبقى مفيده. تالت انتيتي عندنا البوست ستيرويد بانيكولايتس، بتيجي اكتر في الاطفال لو كانوا ماشيين على سيستميك ستيرويد لفتره طويله، وبعد شويه ما جينا نعمل لهم ويدرول اتعمل لهم رابيد، فممكن يبدا خلال ايام يبدا تظهر البوست ستيرويد بانيكولايتس. هي بانيكولايتس عاديه، بتيجي برضو اكتر في التشيكس، تيجي برضو على الارمز او على الترانك. البوست ستيرويد بانيكولايتس ممكن يحصلها سبونتينيوس ريزوليوشن، لكن بتاخد فتره طويله، او ان انا ارجع ادي البيشنت بتاعي او الطفل بتاعي ارجع اديله سيستميك ستيرويد هتختفي، وبعد كده اما اجي اسحب الستيرويد اسحبه فيري جراديوال. هنا طبعا واضح ان الكوز موجود، يعني ده هنا البوست ستيرويد بانيكولايتس اهي، ممكن نفرقها عن السبكوتينيوس فات نكروزس اوف نيوبورن، وهنفرقها كمان عن الكولد بانيكولايتس اللي هتيجي بعد كده، ان ايه؟ ان في هيستوري اوف سيستميك ستيرويد ادمنستريشن، ايفن البيشنت هنا في عنده كوشينويد فيتشرز. الهيستوباثولوجي برضو سيميلر للسبكوتينيوس فات نكروزس اوف نيوبورن، هو هو برضو بلاقي فيه النيدل شيبد كليفت جوه الفات سيلز وجوه جاينت سيلز، ممكن يبقى شكلها هنا ستار بيرست كونفيجوريشن، وفي برضو الجرانيلوميتس انفلاماتوري انفلترت، وهي برضو لوبيولار بانيكولايتس، لكن ما فيهاش ولا هيموريج ولا كالسيفيكيشن. العلاج قلنا ان الرول عندنا ان بيحصلها سبونتينيوس ريزوليوشن، فممكن ويت اند سي، او ان انا ارجع ادي الطفل بتاعي سيستميك ستيرويد وابدا اعمل له فيري جراديوال ويزدرول. بعد كده في عندنا حاجه اسمها تروماتيك بانيكولايتس، ده نتيجه لتروما سواء كانت اكسيدنتال او انتندد او ياتروجينيك. في عندنا 4 كاتيجوريز، الكولد بانيكولايتس، او في انجكشن لاويلي ماتيريال يعمل لنا حاجه اسمها سكليروزنج لايبوجرانيلوما، او ممكن يبقى ناتج عن other injectable substances او therapies، او ممكن يبقى بانيكولايتس نتيجة plant trauma. اول حاجة عندنا cold بانيكولايتس او الهاكثوسن ديزيز، الاسم التاني له البوبسكل بانيكولايتس، بوبسكل هي دي البوبسكل، تيجي اكتر في الاطفال، يا اما الاطفال بيبقى في لو الويذر كان فيري كولد بنلاقي التشيكس والتشين ممكن يجي لهم بانيكولايتس، او زي ما اتفقنا الاطفال لو كلوا بوبسكيل كتير برده ممكن يجي لهم برده في منطقه التشيكس، او بعد التطعيمات ساعات الامهات بتحط ثلج مكان التطعيم برده ممكن السايد ده يحصل فيه كولد بانيكولايتس. اليونج ادلت في ميل الاكوستريانز اللي هم اللي بيركبوا الخيل برضو ممكن يجي لهم فين؟ في الثايز. الباثوجينيسيس كانه كرايوثيرابي، بيحصل فريزنج فولود باي ثوينج، فبيتكون فيه ايس كريستالز جوه الفات سيلز. الهيستوباثولوجي مفيش نيدل شيبد كليفت عشان افرقه عن السبكوتينيوس فات نكروزس او البوست ستيرويد بانيكولايتس، مفيش. امال بيبقى فيه انتنس بيري انتنس ليمفويد انفلتريت، انتنس ليمفويد انفلتر سواء موجود في الديرمس بيبقى بيري فاسكولار وبيبقى بيري ادينكسل، وبيبقى موجود كمان في السبكوتينيوس تيشو. تاني حاجه في التروماتيك حاجه اسمها سكليروزنج لايبوجرانيلوما، من اسمها سكليروزنج لايبوجرانيلوما، يبقى في جرانيلوما وفي سكليروزس نتيجه انجكشن لاويلي ماتيريال.
الديزيز ده اتوصف في البداية في اليانج ادلت ميل في الجينيتاليا عندهم، انهم كانوا بيعملوا انجكشن لمينرال اويل او بارافين عشان يعملوا اوجمنتيشن للبينز، فكانت بتحصل لهم اللي هو السكليروزنج لايبوجرانيلوما دي بتبقى انديوريتد ماس، ساعات ممكن يحصل لها سكند انفكشن وتكون ابسس، طبعا ممكن تدخل في كومبليكيشن زي الليمفانجايتس او فايبروز. في كمان حاجه اسمها فاريانت، كان حاجه اسمها جريز جان جرانيلوما. ايه الجريز جان جرانيلوما دي؟ هي دي الجريز جان، الناس الميكانيكس اللي بيبقى عندهم الات التشحيم بيبقى في عندهم حاجه اسمها جريز جان، دي بتطلع جريز او شحم اندر هاي بريشر، فساعات لو ممكن لو الجريز دون ممكن يدخل في ايده الثانيه النون دوميننت هاند يعني باي اكسيدنت، فهو ده الجريز، ده كله شحم، الاسود ده شحم، ده طبعا ده لسه اكيوت، لو فضل اي ريزيدوال جريز هنا هيبدا يحصل فيه جرانيلوميتس وهيبقى فيه برضو بانيكولايتس، بس هنا السيرفيس بتاعها هيبقى شويه فيروكس. الهيستوباثولوجي اوف سكليروزنج لايبوجرانيلوما ايه؟ انا بلاقي فيه الاويل ماتيريال دي بتبقى عباره عن لارج باكيولز موجوده في الدرمس وموجوده في السابكوتينيوس تيشو، بتبقى عامله زي السويس تشيز ابييرنس، في جرانيلوما، في جرانيلوميتس انفلاميشن موجود، وفي ماركت سكليروزس اللي هو اللون الاحمر ده كله ماركت سكليروزس، ماركت سكليروزس سواء في الدرمس او السابكوتينيوس تيشو. في حالات الجريز جان جرانيلوما الفيروكس ابييرنس الكلينيكال ده سببه ايه؟ سببه ان في الهيستوباثولوجي في سودو ابيثيليوميتس هايبربليزيا. اخيرا اللايبوجرانيلوما دي عشان افرقها عن السيليكون جرانيلوما ممكن احتاج ان انا اعمل اكس راي، السيليكون جرانيلوما بتبقى ريديو اوبيك. ده هنا برضو نفس الكلام سكليروزنج لايبوجرانيلوما، ادي اللارج فاكيولز موجوده في الدرمس موجوده في السابكوتينيوس تيشو، دي هنا اللارج فاكيولز اهي، دي كلها فاكيوليشن، دي كلها فاكيولز، طبعا في الانفلاماتوري سيلز وده الماركت سكليروزس اللي موجود، في ماركت سكليروزس. تالت نوع من التروماتيك انه يبقى بقى بانيكولايتس نتيجه اذر انجكتابل سبستانس، ممكن يبقى فاكتيشيوس الناس سواء كانت سايكيك او مالينجرنج، او بعض الادويه زي السبكوتينيوس فيتامين كي انجكشن بيعمل حاجه اسمها تكسرز ديزيز، تيجي في منطقه الانجكشن في منطقه الهيب بتبقى شويه فايوليشوس وبتبقى انديوريتد بليك، بتبقى سكليروز فيقولوا عليها سودو سكليروديرما. كمان الفيلرز برضو ساعات ممكن تعمل بانيكولايتس. عندنا كمان الميزوثيرابي باستخدام ماده الفوسفاتيدايل كولين اللي بنستخدمها في الميزو لايبوليسز كتير، برضو البيشنت يجي لنا بيبقى عنده بينفول انديوريتد ليجنز مكان الميزو لايبوليسز. كمان في حاجه اسمها راديشن ريكور رياكشن، اكتر مثال شهير له هم عيانين الكانسر بريست لما بتتعرض لراديوثيرابي بتعرض منطقه البريست وبعديها بفتره لو بدات تاخد كيموثيرابي تلاحظ ان بيحصلها سكين رياكشن، في تظهر فين؟ مش في الجسم كله، لا يظهر في الاماكن اللي كانت اتعرضت قبل كده الراديوثيرابي، فيقولوا عليه راديشن ريكور رياكشن. احيانا الرياكشن ده ممكن يبقى بريزنتد بي بانيكولايتس. الهيستوباثولوجي الفورين ماتيريال ساعات بتبان بالبولارايزد مايكروسكوبي الجزء اللي بيلمع ده، طبعا انا في الغالب بيبقى عندي جرانيلوميتس انفلاميشن وبيبقى فيه فايبروزس، ساعات ممكن لو في سكندري بكتيريال انفكشن بيبدا يحصل الاقي فيه كمان نيوتروفيلز فتقلب بسابيرتيف جرانيلوما. الفيلرز بيبقى ليها ديستنكتيف هيستولوجيكال فيتشرز في الهيستوباثولوجي، ودي بيبر كويسه في الامريكان عن الادفيرس رياكشنز تو فيلرز. البلوش ماتيريال اللي موجوده دي كلها في الدرمس دي اكشوالي عباره عن هي اليورونيك اسيد فيلر. اخر حاجه من التروماتيك انها تبقى نرجع عن بلانت تروما، واحد اتخبط خبطه جامده وحصل فيه هيموريدج في السابكوتينيوس تيشو بيبدا يحصل فيه اكسترافازيشن للار بي سيز، يطلع منها الهيموسيدرين استيميليت، بتيجي بعد كده الماكروفاج الانفلاماتوري الاذر انفلاماتوري سيلز ويبدا يحصل فيه فايبروزس. فالليجنز هنا بتبقى ايه؟ بتبقى ايكيموتيك، والاوفرلاينج سكين كمان بيبقى فيه هايبر تريكوزس. الهيستوباثولوجي في الايرل ستيج بنلاقي ان الفات بيحصل فيه فات نيكروزس، وبلاقي فيه لايبوفيرز دي بتبقى عباره عن ماكروفيرز والسيتوبلازم بتاعها بيبقى فاكيوليتد نتيجه انها بتعمل انجلفنج للديد فات سيلز. طبعا بلاقي فيه الاكوز نفسه اللي هي اورجنايزنج هيماتوما، ده هنا اكسترافازيتد ار بي سيز.
علاج التروماتيك، علاج ان انا في عندي فورين ماتيريال، افضل حاجه ان احنا نعمل سيرجيكال اكسيجن، لكن في بعض الاحيان ده بيبقى نوت ابليكابل. في الحالات دي ممكن بنحقن انتراليجنال ستيرويد او سيستميك ستيرويد. يمكن من اكتر الحاجات اللي هتقابلنا مثلا لو قلنا البانيكولايتس نتيجه الفيلرز، لو الفيلر ده كان هيالورونيك اسيد ممكن نستخدم الهيالورونيديز، او ايفن ممكن لو مفيش ريسبونس برضو ممكن نزود انتراليجنال ستيرويد او سيستميك ستيرويد. في حالات البانيكولايتس افتر الميزولايبوليسز السيستميك ستيرويد بيحسنها كتير. بعد كده في عندنا الانفكشن انديوزد بانيكولايتس. احنا عندنا البانيكولايتس ممكن يحصل كرياكشن لديستانت فوكس زي حالات الاريثيما نودوزا، وممكن يحصل نتيجه لبريزنس اوف اورجانيزم ان ذا سبكوتينيوس تيشو، هو الانفكتيف بانيكولايتس، وهو ده الانتيتي اللي بنتكلم عليها دلوقتي. ده بنلاقيه اكتر في الاميون سبريسد بيشنتس. الاورجانيزم فاريبل، ممكن تبقى بكتيريا زي سودوموناس، ممكن نوكارديا وبتعمل اكتينومايسيتوما، ممكن الاتيبيكال مايكوبكتيريا كوكزيلا بتعمل كيو فيفر، البوريليا اللي بتعمل لايم ديزيز برضو ممكن يبقى فيها بانيكولايتس ليجن. طبعا الفانجاي سواء كانت مايسيتوما او الميوكور مايكوزيس كوزد باي اسبرجيلوس. كلينيكال برضو هي بانيكولايتس ليجنز، لكن هنا في الغالب في الانفكشن بيبدا يحصل لها فلكتويشن ويحصل ألسريشن وتطلع الجرينز اللي هي الكولن سواء كانت البكتيريال او الفانجل. الهيستوباثولوجي هو ميكسد بانيكولايتس، بنلاقي فيه نيتروفيليك انفلتريت، ممكن نلاقي كمان جرانيلوميتس انفلتريت في حالات الفانجل والمايكوبكتيريال. الهيموريدج والفاسكولار بروليفريشن هنا بيبقى ماركد. كمان في حاجه اسمها بيزوفيليك نيكروزس، بتلاقي فيه اريا بيبقى فيها الى حد ما بيزوفيليك، بتبقى ديرت لايك نتيجه للنكروزس للفات سيلز والانفلاماتوري سيلز. كمان طبعا ما فيش تشخيص انفكتيف بانيكولايتس من غير ما اقدر اعمل ايدنتيفيكيشن للاورجانيزم، سواء عن طريق ان انا استخدم سبيشال ستين سواء كان جرام ستين او زيل نيلسون ستين لحالات المايكوبكتيريا، او بريودك اسيد شيف رياكشن في حالات الفانجل. برضه ممكن احيانا احتاج ان انا اعمل كالتشر او بي سي ار عشان اعمل ايدنتيفيكيشن للاورجانيزم. في حالات الكيو فيفر برضه من الحاجات المميزه في الهيستوباثولوجي بلاقي في حاجه اسمها دونات لايك، بلاقي في سنترال كلير سبيس وحواليه انفلاماتوري سيلز وحواليه الفايبرين. ده هنا انفكتيف بانيكولايتس، في ماركد انفلاماتوري سيل انفلتريت، الهيموريدج باين واضح يعني فيري بروميننت، الهيموريدج حاجه ماركد. في areas of basophilic necrosis، areas of basophilic necrosis نتيجة لـ necrosis of fat cells و inflammatory cells، areas of fat or sorry of basophilic necrosis بتبقى موجودة. دي بعض الأمثلة، دي حالة الإكسايما جانجرينوزا، بتبقى lesions في black إشر أو black scar وبيبقى surrounding skin purpuric وتلاقيه انديوريتد لان احنا قلنا ان في بانيكولايتس. على مستوى الهيستوباثولوجي في ماركد ابيديرمال سبونجيوزس وفي ديرمال اديما. وايه اللي موجود هنا في البيسل ده؟ هي دي السودوموناس بكتيريا. بالنسبه للمايسيتوما برضو بتبقى النوديولز بتحصل فيها ألسريشن وبيطلع منها الجرينز، واكتر سايت ليها هو الليج. ممكن تبقى بكتيريا الاكتينومايسيتوما او فانجل يوميكوتيك مايسيتوما الاثنين. ادي هنا البكتيريا الكولونيز او الفانجل كولونيز بيبقى حواليها radiating xenophilic material بنسميها splendor hopli phenomena، وحواليها الانفلاماتوري سيلز بتبقى سابليوتيف جرانيلوما، يعني بلاقي فيه نيوتروفيلز وبلاقي فيه ماكروفيرز وممكن ايفن مالتي نيوكليتد جاينت سيلز. طبعا هبدا ممكن اعمل بقى اللي هو الجرام ستيننج، اعمل بي سي ار في حاله الفانجل، اعمل كالتشر بي سي ار. دي حالة الميوكورمايكوزس. الحقيقة الميوكورمايكوزس البانيكولايتس اللي فيها ممكن يبقى الاقي فيها جوست سيل زي بتاعت البانكرياتيك بانيكولايتس، او الاقي فيه انتراسيلولار كريستالز زي الجاوتر بانيكولايتس. المميز طبعا ان انا اقدر اشوف الهايفي، بتبقى برود هايفي ونون سبتيتد. الكيو فيفر برضو ممكن يحصل معها بانيكولايتس، ده هنا الدونات شيب بتبقى سنترال كلير سبيس وفي حواليه كرونيك انفلاماتوري سيلز والفايبرين ديبوزيشن هو البينك ده، ممكن يبقى كومبليت رينج ساعات دونت لايك. التريتمنت طبعا بيبقى على حسب الاورجانيزم، بدي البروبر انتي مايكروبيال ثيرابي، لو الليجن ايزوليتد ممكن بنعملها سيرجيكال اكسجن. بعد كده عندنا سايتوفاجيك هيستيوسيتيك بانيكولايتس،
بتحصل في حالات الهيموفاجوسيتك سيندروم. اللي بيحصل في السيندروم دي ان الماكروفاجز بتبدا تعمل انجلفنج للبلاد سيلز، سواء كانت ار بي سي سواء كانت ليمفوسايتس ليكوسايتس. فبيحصل فيه البيشنت بيبقى عنده بانسايتوبينيا، بيبقى معاه كمان هيباتوسبلينوميجالي مع الليمفادينوباثي مع فيفر، والبروجنوزس الحقيقه بيبقى بور والمورتاليتي ريت بتبقى عاليه. السيندروم دي ممكن تبقى تحصل في بعض انواع الليمفوماز زي البرايمري كوتينيوس جاما دلتا تي سيل ليمفوما، وزي السبكوتينيوس بانيكولايتس لايك تي سيل ليمفوما. وممكن تبقى نوت اسوشيتد ويز ليمفوما، تحصل في بعض الجينيتيكال بريديسبوزد انديفيدوالز. كلينيكال هي بانيكولايتس بس هيبقى معاها البيربرا ومعاها الاذر فيتشرز اوف هيموفاجوسيتك سيندروم. على مستوى الهيستوباثولوجي كاركترستيك سيل بلاقي حاجه اسمها بيم باك سيل، تبقى عباره عن ماكروفاجز عامله هيموفاجوسايتوزس، عامله انجلفنج الار بي سيز ليمفوسايتس، وبلاقي فيها ديبريس اوف ريمينانت اوف نيوكليوي اوف ليكوسايتس. بين باك سيل كانه كيس مليان حبوب. كمان ممكن السبكوتينيوس تيشو يبقى انفلتريتد بمالجنان سيلز، سواء في بعض انواع الليمفوماز اشهرهم واحده اسمها سبكوتينيوس بانيكولايتس لايك تي سيل ليمفوما، اسمها اساسا بانيكولايتس. ممكن حالات لوكيمياز، ممكن ايفن الميتاستاتيك سوليد تيومرز. طبعا اهم حاجه في الهيستوباثولوجي البليومورفيزم والاتيبيكال سيلز. طبعا الميون هيستوكيميكال ستاديز في الحالات دي بيساعدني في التشخيص. دي هنا السبكوتينيوس بانيكولايتس لايك تي سيل ليمفوما، ده هنا بانيكولايتس بليك. هيستوباثولوجي شايفين الاتيبيكال ليمفوسايتس في هاي النيوكليس بتاعتها هايبر كروماتيك نيوكليس انكريزد نيوكليير سيتوبلازميك ريشيو، وفي ماركت بليومورفيزم. ده هنا الاتيبيكال ليمفوسايت عملت ريمنج للفات سيل سراوندنج الفات سيل. اميون فينوتايبنج لقيناها سي دي 8 بوزيتيف تي سيلز. سبكوتينيوس بانيكولايتس لايك تي سيل ليمفوما من الحاجات اللي ايرلي بتبقى مس دايجنوست على انها لوبس بانيكولايتس، عشان كده مهم ان احنا نفرق ما بين التو انتيتيز دولي. سواء على مستوى الكلينيكال اللوبس بانيكولايتس فرصه ان يحصل ألسريشن للليجنز بتبقى اكتر، اللي مفيش ديستال افكشن. ممكن الاقي كمان الاذر فيتشرز اوف ال اي. لكن في حاله البانيكولايتس لايك ليمفوما بيبقى ممكن الاقي البيشنت بقى عنده الهيموفاجوسيتك سيندروم. لكن من الشيء الكويس ان الاثنين بيستجيبوا للسيستميك ثيرابي، يعني ايفن لو الليمفوما دي او النوع ده من الليمفوما لو مس دايجنوزد على انها لوبس بانيكولايتس واديت سيستميك ستيرويد، اوريدي سيستميك ستيرويد ده يعتبر لاين اوف تريتمنت خاصه في المايلد كيسز. طبعا الهيستوباثولوجي بقى هيفرق معانا كتير، يعني اللوبس هلاقي فيه الابيدرمال والدرمال تشينجز اوف ال اي، الانفلتريت نفسه بلاقي معاه كمان ليمفو بلازما سيل، في الليمفويد فوليكل، في الهيالاين نيكروزس واللايبوميمبرينوس نيكروزس. هنا طبعا في حاله النوع ده من الليمفوما لا هلاقي فيه الاتيبيكال ليمفوسايتس والعامله ريمنج للفات سيلز، وطبعا الميون فينوتايبنج هيساعدنا. التي سيل ريسبتور، التي سيل ريسبتور جين ري ارينجمنت اناليسيس اللي كنا اتكلمنا عليه في محاضره الباراسورايسز، في حاله الليمفوما مالجنانت هتبقى مونوكلونال، لكن في اللوبس انفلاماتوري هيبقى بوليكلونال. اخيرا في عندنا unusual forms of panicolitis، في منها كذا حاجه ظهرت جديد، مش هنتكلم غير على حاجه واحده بس، هو السويت panicolitis او subcutaneous sweat syndrome، برضه هي panicolitis وفيها features of sweat syndrome، يعني في acute onset و painful و tender lesions. الهيستوباثولوجي هي lobular panicolitis والinflammatory infiltrate هنا neutrophils ومفيش vasculitis. دي هنا subcutaneous sweat syndrome. اوكي يعني هي ممكن تبقى الليجنز بتاع السويت والسيتنج نفسه كله بتاع السويت سندروم، لكن الليجنز هنا تبقى انديوريتد لان هي بانيكولايتس. بالهيستوباثولوجي لوبولر والانفلاماتوري سيل هنا كله نيوتروفيلز، وايفن في ليكوسايتوكليزيا بدا الاقي في نيوكليير داست اوف ديد نيوتروفيلز ومفيش فاسكولايتس. كده يبقى خلصنا موضوع البانيكولايتس. ما ننساش ان في كاركترستيك سايت لبعض انواع البانيكولايتس، قلنا الفرونت اوف ليج ده مكان الاريثيما نودوزم، الباك اوف ليج ده سايت اوف اريثيما انديوريتم، الميديال اسبيكت اوف لوور ليج ده السايت اوف لايبودرماتوسكليروزس. عندنا قلنا السنتر بارت اوف ذا بودي اللي هي منطقه الفلانكس بالثايز بالباتوكس، ده مكان الالفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي.
قلنا ال upper part of the body اللي هو الفيس بالارم بال upper trunk بالبريست، يبقى ده مكان اللوبس بانيكولايتس. اخيرا بالنسبه في الهيستوباثولوجي، ما ننساش اهم حاجه البايوبسي بتاعتنا لازم تبقى ديب، يفضل انسجنال بايوبسي عشان اوصل للفاشيا. مهم ان انا اعرف الباثولوجي بتاعي هو برايمري في السبكوتينيوس تيشو ولا لا ده موجود في الديرمس او في الفاشيا واكستند للسبكوتينيوس تيشو، لانه هيفرق معايا جدا في التشخيص. الحاجه الثانيه قلنا زي ما قلنا في اول محاضره ان في كذا ايتم كده في الهيستوباثولوجي، السايت اوف انفلاميشن مين لايه، هل هو سيبتال ولا لوبيولر ولا ميكسد، نوع الانفلاماتوري سيلز، خلي بالي من لو في نيتروفيل بريدومينانس يبقى عارف الاسباب بتاعتها، قلنا الليمفوسايت والبلازما سيل ده بتاع كونكتيف تيشو بانيكولايتس، هل في فاسكولايتس ولا مفيش، هل في نيكروزس ونوعه ايه، شفنا انواع من النيكروزس، شفنا الهايلاين نيكروزس، اللايبو ميمبرينس تشينجز، شفنا البيزوفيليك نيكروزس، الكيزياس نيكروزس وغيره، لو في ارياز اوف سابونيفيكيشن يبقى ده بتاع البانكرياتيك بانيكولايتس، قلنا لو لقينا نيدل شيب كليفت جوه الفات سيلز يبقى احنا عارفين الامراض اللي هندور عليها، لو لقينا في سنترال نيدس اوف انفلاميشن يبقى في الغالب في تروما في فورين بودي موجود، يبقى البولارايزد مايكروسكوبي ممكن يساعدنا، لو انا شاكك في انفكشن يبقى هعمل سبيشال ستين، هعمل كالتشر، هعمل بي سي ار. كمان لو اتيبيكال بقى الليمفوسايت يبقى المالجنسي، لو لقيت في ماكروفاج وجواها او ديمونستريتنج هي فاجوسايتوزس يبقى هفكر في السيتوفاجيك هيستيوسيتيك بانيكولايتس. كده يبقى خلصنا محاضره البانيكولايتس. شكرا جزيلا.